استراتيجية تذكر معلوماتك نص الاستماع إلى البر إلى الآن أخرج حمزة وعامر بسرعة يا حمزة بسرعة يا عامر. السؤال الأول يلا بسرعة عشان نشوف مين اللي هيوصل للكأس. البر بها قال لي قمرية ولا شمسية ولا أصلية؟ شمسية. وأنت؟ أصلية. أصلية. وأنت؟ شمسية. طيب شوف كده البر دي عليها إيه؟ سكون. اللام هي اللي بيبقى عليها سكون. أي لام بيكون عليها سكون؟ الشمسية أم القمرية؟ القمرية. القمرية. الأصلية يا حمزة إذا حذفت من الكلمة تتغير، لكن أنا لو حذفت أل من البر يفضل بر ما تتغير. الأصلية مثل الله الذي التي دي فيها أل أصلية، فاهم؟ يبقى إذا هي لام القمرية أم شمسية؟ قمرية. تمام، هذا أول واحد. السؤال الثاني، الذي فاز بالسباق أبو طلال أبو فواز فواز أبو طلال. كلمة نورة بها مد؟ نعم. مد إيه؟ الواو. مد إيه؟ الواو. ها؟ الألف. اجلس اجلس يا عامر، كمل معايا يا حمزة، إجابتك صحيحة، مد واو. الذي طلب الرحلة من الوالد؟ نورا. كانت الرحلة إلى البحر، الحديقة، البر. البر. لعب فواز وطلال وياسر كرة القدم، كرة السلة، كرة التنس. كرة القدم. كرة القدم. باقي واحدة وتدخل وتاخد الكاس. كلمة نورة بها كم مقطع؟ قطعها. اثنان اثنان ثلاثة أربعة. اثنان أربعة ثلاثة. آخر كلام اختار. ثلاثة. نورة تو. نو را تو. نو نون والواو را تا. وصلت للكاس، ألف مبروك يا حمزة، ممتاز. هاخد واحد تاني ونرجع نشوف الناس مركزين ولا ما هم مركزين. تعال يا عبد الله، انت وعبد العزيز. عبد الله وعبد العزيز. البر بها ال ايه؟ قمرية. اجابتكم صحيحة. الذي فاز بالسباق ابو طلال. كلمة نورة بها مد؟ واو. واو. الذي طلب الرحلة من الوالد؟ نورة. كانت الرحلة إلى؟ يا سلام عليكم. لعب فواز وطلال وياسر؟ كرة القدم. كلمة نورة بها كم مقطع؟ ثلاثة. انتم الاثنان كل واحد ياخذ كاس. يلا كاسان لعبد الله وعبد العزيز. شكرا.